يتميز الفنان التشكيلي الشاب عزة أحمد الساكن بحي الغربي بربيع سيدي الشيخ بموهبة خارقة للعادة في الرسم والخط العربي، حيث تعرف لوحاته إقبال كبير من قبل الزوار. ظل يزاول نشاطه منذ 2001 في بيته بإمكانيات بسيطة. في ظل غياب الدعم المادي والمعنوي لصقل موهبته، له مساهمات محلية في إثراء المشهد الثقافي بريشته الحاضرة بقوة في التظاهرات الثقافية بالمنطقة، ويجسد أفكاره بالرسم على الجدران والألبسة الرياضية، السيارات والجبس وغيرها. احمد بلدي في بسيط الشيخ، من مواليد 1980. عندي موهبه في الخط، وعندي موهبه في صناعه لوحات بالجبس وبعض المعالم التذكاريه والرسم، رسومات على الطبيعه، رسومات على مثال بنايه طبيعه، مثلا خط ثلث وخط نصف، واي حاجه نشوفها نخدم مثلا كيفها، اي حاجه نشوفها نخدم كيفها. يجوا يشوا الكوادر هذو، يشوا المنحوتات هذه، يجوا من وعندي الموهبه في المشي هذه، في الرسومات هذو، حتى في الالبسه الرياضيه نكتب المشاهير، نكتب في الملابس، نكتب على الزجاج، ونكتب